وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور بسام البن محمد، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. أهلا بك دكتور بسام في نشرة الثالثة. كيف ستساهم الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في دعم خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في المملكة؟ يا هلا ومرحبا اختي. طبعا يعني احنا جدا سعيدين بسماع خطة التعافي الاقتصادي وما تضمنته من برامج ومبادرات وخطط استراتيجية، متفائلين جدا فيها. هي أمانة مو مجرد خطة اقتصادية، لكنها خطتها الاستراتيجية والبرامج المتفرعة منها بتحول البحرين إلى ورشة عمل إيجابية بتساهم في بناء المستقبل اللي البحرين تستحقه. أنا بودي للأمانة الكل يطلع على هذه الخطة وتفاصيلها، لأنها وضعت للمواطنين بالدرجة الأولى. نعم. كل محور من محاور الخطة مرتبط بالمواطنين بشكل أو بآخر، بالذات أولوية خلق فرص عمل للمواطنين. على سبيل المثال، رواد الأعمال لما يعرفون القطاعات اللي الدولة تستهدفها وبتركز عليها في السنوات القادمة بيقدرون يركزون استثماراتهم في هذا المجال، وبالتالي أيضا بيخلقون فرص عمل لمواطنين آخرين، وبيركزون على قطاعات الدولة نفسها مهتمة فيها وتدعمها ومتجهة لها. القطاعات المستهدفة كذلك أيضا عندنا الطلبة أولياء الأمور لما يختارون تخصصاتهم بتكون بناء على القطاعات اللي الدولة حريصة عليها، بالتالي بيكون في ربط بين التعليم ومخرجاته مع احتياجات سوق العمل. كذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية اللي نطمح أنها تخلق فرص عمل واعدة أيضا راح يكون لها وفق رؤية واضحة للدولة. طبعا من غير الرؤية الواضحة رؤوس الأموال الأجنبية ما تتشجع أنها تستثمر. نعم. بدليل اليوم نشوف التزام مثلا مجموعة سيتي بانك بتوظيف 1000 مبرمج بحريني على مدى 10 سنوات بمعدل تقريبا 100 مبرمج بالسنة. هذا دليل على ثقتهم بالخطة، خطة التعافي هذه. نعم. من غير استقرار مالي يصعب تنفيذ هذه البرامج لما تتأثر قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات التمويلية أو الربط ما بين التمويل احتياجات الدولة والمصروفات وما بين الإيرادات، كذلك لما العملة لا قدر الله تتأثر هذا ما يخلق استقرار مالي، فبالتالي تحقيق أي منجزات من الخطة هذه راح يكون صعب جدا. فبالتالي الاستقرار المالي هو العنصر الأساسي لتحقيق الرؤية هذه اللي راح تخدم جميع المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر. نعم. سعادة الدكتور بسام البن محمد، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.